اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اذا كما قلنا لكم الحديث عن ريادي هو مشروع قادم وخطوه جديده وجميله ورائعه من وزاره التعليم من خلال تاهيل طلابنا الى سوق العمل وايجاد او اتاحه الفرصه لايجاد رواد اعمال من ابناء الوطن وتحقيق رؤيه 2030. للحديث بشكل اكبر يكون معي ضيفا في حديث عن هذا الموضوع المدير البرامج وتدريب الطلاب بوزاره التعليم والمدير التنفيذي لمبادره ريادي الاستاذ خالد بن صالح العبد. السلام، حياك الله. يا هلا وسهلا، حيا الله. سعداء بوجودك معنا في هذا المساء. الله يسعدك ويسعد الله مساك ومساء المشاهدين والمشاهدات. طبعا مشاريع رياديه ودعم مشروعات وما اشبه ذلك ربما قد يكون محفز لكثير من الشباب حتى يعرف الكثير من القرارات الموجودة داخل هذا المشروع، لكن إن شاء الله بنتطرق لها كذلك وكثير من الأسئلة اللي وردتنا حول هذا المشروع أثناء الحوار. لكن بعد ما أستأذنك وأستأذن السادة المشاهدين في هذا التقرير للتعريف بشكل مبسط حول فكرة هذا المشروع ثم نعود بسياقاته المتعددة. فوق معنا. تسعى وزارة التعليم ومن خلال رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني أن تدخل أبنائها الطلاب في مجال ريادة الأعمال والاستثمار في خطوة جديدة ستساهم في فتح مجالات الحياة لهم. توجه جديد والذي تسعى إليه المملكة بأن يكون جيل المستقبل جيل قادر على الاعتماد على نفسه. فأطلقت مبادرة اسمتها ريادي حيث ستكون موجهة إلى طلاب التعليم الثانوي والجامعي. ريادي سوف تتركز على اقتصاد مزدهر من خلال توفير الفرص للجميع عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل وتنمية الفرص لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة كرافد اقتصادي. المبادرة وقبل انطلاقها تم الإعداد لها وتجهيزها بعقد عدة مباحثات مع عدد من الجامعات السعودية وعدد من الخبراء المختصين في هذا الجانب مما جعلها تبنى على احتياج مستقبلي. واستطاعت المبادرة في مرحلتها الأولى أن تصل إلى 50% من إدارات التعليم، ويتأمل القائمون عليها أن تصل لنسبة 100% وتحقق آمال وطموح رؤية الوطن. بإذن الله هي فيها تحقيق رؤية وآمال المواطن والوطن وتحقيق رؤية 2030 من خلال بناء جيل الحقيقة يقوم بزمام الأمور والتقدم لهذا الوطن. أرحب بك مرة أخرى أستاذ خالد في حديث حول هذا المشروع. أولا ودي تعرف السادة المشاهدين حول فكرة مشروع ريادي الموجه أو التي تقوم به وزارة التعليم بالشراكة مع جهات مختلفة. أولا حياكم الله مرة أخرى وأيضا المشاهدين والمشاهدات. هذه أحد مبادرات التحول الوطني. مبادرة التحول الوطني 2020 ومبادرة الطموحة التي انطلقت بتوفيق ومباركة المقام السامي، وهذا أمر يثلج الصدر لأنها هي مكتسب كبير جدا لأبناء الوطن وفيها دعم كبير جدا للجيل الصاعد. نحن في رؤيتنا لهذه المبادرة أعلن أن نضع رؤية استشرافية، رؤية تحقق طموح، ولذلك نحن نقول أن رؤيتنا جيل طموحاته عنان السماء. الجيل إذا كانت طموحاته عنان السماء سوف يصل بإذن الله إلى مصاف الدول المتقدمة بشكل كبير جدا. نحن من خلال هذه المبادرة التي أطلقت وأطلقها معالي وزير التعليم هي مبادرة تحول الوطني، وهدفها الأساسي نشر ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار. ريادة الأعمال والاستثمار قد تكون هي بشكل أو آخر ليست هدف أساسي تعليم، لكن هي هدف لتهيئة الشباب لسوق العمل، وهي أيضا هدف لتهيئة الشباب لمواجهة كثير من الصعوبات التي قد تواجهها لبناء مهارات ممكنة داخل الابن والابنة من خلال هذه البرامج التي نقدمها. نحن نستهدف من المهارات الأساسية مهارات الريادي، كل ما يتعلق بالمهارات التي تمكن هذا الطالب الريادي نحن نستهدفها، وبذلك نبني شخصية ريادية متكاملة. الجيد في هذه المبادرة والتي يعني نفرح كثيرا بها أنها مبادرة قدمت لتخدم المرحلة الثانوية والجامعية. جميل. وتجسير الفجوة الموجودة بينهم. الطالب في المرحلة الثانوية جيد أنه يشاهد دوره ويشاهد أيضا ما هي الأشياء التي تقدم له
حتى يكون يعني مهيئ نفسيا وذاتيا لمهنته وظيفته لريادة الأعمال. وهذه يعني أهداف سامية نسعى لها، هي أساسا أهداف استراتيجية من أهداف وزارة التعليم. هل ممكن نقول أن الفكرة جاءت بناء على ما كان ينادى فيه بالسابق ويطرح بشكل كبير وواسع من عدد من المثقفين والمهتمين بسوق العمل، أنه أصبح التعليم لا يتوافق مع سوق العمل، فممكن يكون هذا البرنامج يتوافق بشكل أكبر وبالذات مع رؤية 2030؟ جميل. طبعا التعليم هو في الأساس يخدم سوق العمل بشكل كبير ويهيئ الطالب إلى سوق العمل ويهيئ الطالب إلى الحياة. خلينا ما نتكلم على أنه يهيئ لسوق العمل، خلينا نتكلم على التعليم يهيئ للحياة، وهذا هو الهدف الأساسي للتعليم. أنا أهيئ الطالب في مرحلة التعليم الأساسية للحياة، والحياة أنا أستخدم وأستثمر الجانب المرتبط في الجانب الاقتصادي الاجتماعي التثقيفي المهني، وبهذا الشكل أبني جيل جيد. ما يتعلق بسوق العمل، وكما دائما نتحدث أن هناك موائمة يجب أن تكون موائمة بين التعليم وسوق العمل، أنا أعتقد أنه هذا البرنامج وهذه المبادرة من أهداف الأساسية هي الموائمة. نعم صحيح. طيب هل ممكن يكون عندنا من الشباب غير قضية العمل في سوق العمل أيضا ممكن يكون البرنامج يدعم من عنده مشروع تجاري؟ صحيح. المبادرة خلينا نسميها مبادرة، هي مبادرة، والمبادرة ميزتها أنها مجموعة من المشروعات. نحن في استهدافنا للمجموعة الطلابية، أنا دائما أشبه المجموعة الطلابية، وإذا تكلمنا على طلاب المملكة نحن نتكلم على عدد مهول، نحن نتكلم على أكثر من 7 مليون طالب وطالبة. فإذا كنت أنا بستهدف هذه الفئة المحددة المرحلة الثانية والجامعية، أنا أيضا أحتاج أن أنزل تحت مرحلة المتوسطة والابتدائية وقدم لهم مادة أيضا معرفية تثقيفية. الطالب في المرحلة الابتدائية استطعنا من خلال شراكاتنا أن نقدم نموذج جيد في الوعي المالي، الثقافة المالية، ومن خلال ذلك أنا أتكلم على أيقونة مهمة. الطالب في المرحلة الابتدائية إذا استطعت أن تمكنه في الجانب المرتبط بالميزانية الشخصية، كيف يتعامل مع المال، كيف يدخر. هذه بنجيها في مسألة مشاريعكم القادمة. صحيح. نتكلم عن طالب الثانوي والجامعي، هل ممكن يكون أو من ضمن أهدافكم أنه والله يكون من بينهم رجال أعمال؟ صحيح. وكما ذكرت أنه هذه المبادرة تهيئ. نحن نثقف، ومن خلال تاءاتنا الخمس وهي التثقيف، والتثقيف يشمل جميع الطلاب. نحن نستهدف 7 مليون طالب وطالبة، ولو ركزنا أكثر نتكلم عن 3,700,000 اللي هو المرحلة الثانوية الجامعية. جميل. بعد التثقيف نحن ندرب، والتدريب هذا مهم جدا، والتدريب يأخذ حيز أقل، فنحن الآن نختصر العدد. التدريب نستهدف في عدد معين من الطلاب حتى نصل مستهدفات 2020. بعد التدريب التمكين، ونعتبر التمكين هو المفتاح لموضوع أنه نهيئ الطالب لسوق العمل بشكل أكثر تمكينا. والتمكين في مجموعة من الممكنات، لدينا المتجر هذا في ميزة متجر افتراضي مثل موجود في الانستغرام والمتاجر الافتراضية والموجودة، لكن متجر نوعي يخدم الطالب، يهيئ الطالب، ولدينا في المتجر مجموعة من البرامج الإثرائية والأنشطة الإثرائية حتى تساعد الطالب على أنه يتعرف على الأشياء الأساسية يتعامل معها. مثال بسيط، رائد الأعمال يحتاج مهارة الوعي المالي، أو نتكلم خلينا نركز أكثر في الوعي المالي، الجانب اللي هو الإدارة المالية. رائد الأعمال إذا لم يكن لديه إدارة مالية يفشل. التسويق، البراند وصناعة الهوية، ما يتعلق بالتحليل، تحليل السوق. ولاحظ كمثال بسيط، مجموعة من الشباب دخلوا في حيز معين في السوق، والسبب أنه مع الموجة. صحيح. ولذلك يخسر بسبب أنه لم يدرس السوق بشكل جيد. نحن نهيئ من خلال التمكين. بعد التمكين نوجه، والتوجيه مهم جدا من خلال المقاييس الريادي، والتوجيه هذا دوره يعني ومطلب حتى إذا تمكن بشكل جيد لا يتحرك في أي مسار، يتحرك للمسار المناسب له وطموحه. وفي نهاية الأمر في التعليم نحن نتوج، التتويج هذه آخر مرحلة نصل لها، التتويج ومن حق الطالب المميز الذي وصل إلى هذه المرحلة أن نتوجه في المحافل الداخلية المحلية المركزية الوطنية وعلى المستوى الدولي. التعليم يقف عند التتويج، ونهيئ ونضعه في منطقة يحدد بعدها مستقبلا. لأننا لا نستطيع. كيف تتويج يعني؟ التتويج
افتح مشروع مثلا سواء؟ في البداية نحن وضعنا المتجر الافتراضي. حلو. المتجر الافتراضي إذا بدأنا معه في التدريب ندربه على كل المهارات التي يحتاجها كرائد أعمال، ثم نفتح له برنامج اسميناه الأولمبياد ريادي. هي مسابقة وطنية، وهذه المسابقة تؤهله أنه يدخل في سوق العمل الافتراضي. حلو. وخليه يلعب، نحن سميناها لعبة تعليمية محفزة، وخليه يعيش بالفعل، يعني حتى أنه يحقق جزء من الشغف والإلهام، لأنه يشاهد التاج الفلاني، يشاهد الشاب الفلاني، فرصة أن خليه يحلم هذا الحلم ويحقق الحلم من خلال الجانب الافتراضي. وأيضا نسمح له إذا صار لك فرصة ودخلت افتراضيا في المتجر ممكن أيضا تسوق لنفسك. يعني الميزة في هذه المرحلة كما تحدث دائما، المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية في العادة هي منطقة لا يسمح عادة للشخص أن يفتح سجل تجاري أو يفتح ترخيص أو كذا، فالمناسب له أنه يلج إلى السوق عن طريق المتاجر الافتراضية، وهي الموجودة الآن منتشرة انتشار كبير جدا. نحن وضعنا لها إطار مرتب تعليمي تربوي، وأيضا يناسب المرحلة السنية، ولذلك نحن من خلال التمكين نهيئ الطالب أنه ممكن يوم الأيام يكون تاجر. ودائما أنا أضعها في قالب معين، أنه التعليم أو في 7 مليون طالب مثلا، تقريبا 7 إلى 10% هم طلاب الإعاقة أو نسميهم احتياجات الخاصة. المنطقة الكبيرة هي منطقة الطلاب بشكل كبير بشكل عام، والمنطقة الأخيرة هي منطقة العباقرة، المميزين، القادة، رواد الأعمال، وهكذا. طيب. اللي هي لا تتجاوز تقريبا 2.5% 3. المشروع مطروح للبنات والبنين. صحيح نحن نستهدف البنين والبنات، لأنه نحن ندرك تماما أن ريادة الأعمال يجب أن تقدم لطلابنا وطالباتنا. طيب، التعليم هل عندها الخبرة الكافية لأن تقدم مثل هذا المشروع ولا معها شركاء؟ هذا تحدي. تحدي كبير جدا، لأننا اليوم لدينا ورشة خاصة بالخبراء والخبيرات، ونحن نؤهلهم ونهيئهم لهذا الجانب، وهم خبراء مختصين في إدارة التعليم وفي الجامعات. بالمناسبة نحن اخترنا مجموعة من الإدارة التعليمية ومجموعة من الإدارة التعليمية ومجموعة من الجامعات حتى ننفذ فيها المشروع في المرحلة الأولى، ثم نتوسع حتى نصل جميع الجامعات وجميع الإدارة التعليمية. طيب، ما معكم شركات مراكز تدريب على مستوى العالم مثلا ممكن تساعدكم في مثل هذه المشاريع؟ لذلك أنا قلت لك أنه تحدي، لأننا في الجانب التعليمي نحن نركز على الجانب التعليمي التربوي، بناء الثقافة، بناء الخبرة، بناء المهارة، والجانب اللي هو المرتبط بالجانب المهني، الجانب الريادي، يحتاج أن يكون معنا شراكات. لذلك حرصنا أن يكون لدينا شراكات فاعلة، وللأمانة بحثنا كثيرا، والجيد في الأمر أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد صاحب الرؤية الرشيدة، وجه لجميع القطاعات أنها تدعم هذه المبادرات، وتحديدا القطاع الخاص. نحن نتكلم عن القطاع الخاص لأننا نعتبره القطاع اللصيق والمهم في هذا الجانب، واجب عليه أنه فعلا يشارك. الجيد أننا في افتتاح ملتقى ريادي وتدشين مشروعاته التي شرفها معالي الوزير قبل يومين، وقعنا 3 شراكات، وكانت شراكات نعتبرها مهمة، نوعية شراكة علمية، وركزنا فيها مع جانب علمي متخصص، هي جمعية ريادة الأعمال، وهذه جمعية متخصصة. ركزنا أيضا مع جهة لديها ممكنات ولديها أيضا حاضنات ومسرعات، هي معهد ريادة الأعمال الوطني ريادة، وانتشارها في المملكة، لديها قرابة 27 فرع على مستوى المملكة، وهذا مكسب. لدينا شراكة أيضا مع جامعة الملك فهد وبترول المعادن، وهي من الجهات العلمية أيضا المميزة في التمكين والتهيئة والحاضنات. اليوم، وهذه من البشائر التي تثلج الصدر، وقعنا الشراكة مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونعتبرها الهيئة هي الذراع الرئيس لموضوع ريادة الأعمال، بحكم أنها أوكل إليها في مبادرة تحول الوطن ورؤية المملكة 2030 أن تتولى زمام الأمور في ريادة الأعمال. ولذلك نفرح كثيرا بشراكتنا مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحكم أن الهيئة العامة هي نعتبرها الأب الروحي والأب لريادة الأعمال في المملكة، وهي التي بتسهل كثيرا لزملائنا المعلمين ورواد الأعمال والطلاب والطالبات، حتى نقدم جيل جيد وجيل صاعد حتى يستطيع أن يقدم لوطنه وأمته الكثير. طيب، لما يسمعنا الآن طالب
كيف يدخل في هذه المشاريع ريادة الأعمال؟ جيد، نحن ندرك تماما أنه إذا لم تصل الطالب في جواله، في بيته، في مدرسته، في الشارع، أنت ضعيف جدا. يجب أن تصل لكل مكان يصل له الطالب. يعني أنتم تصلون للجميع؟ للجميع من خلال مشروعاتنا. يعني أنتم انطلقتوا قبل أمس، كيف تصلون لهم كلهم؟ جيد، الانطلاقة لم تكن قبل أمس. نحن هيئنا وكان الستب من 3 سنوات والتجهيز والتهيئة والمكنة، حتى أنه كان هدفنا أننا لا نخرج للناس ونحن خوين الوفاق، وهذا من الأشياء التي ممكن تضعف، ويمكن تضعف المنتج، وممكن أيضا نكون في خلل كبير جدا، وممكن نكون منكسحين أو منكسرين. فحرصنا أنه نهيئ ونقوي ونمتن العلاقات والشراكات أولا، نهيئ أيضا حقيبة متكاملة سميناها حقيبة محاكاة ريادي. هي محاكاة ريادي، أي شيء مرتبط ريادة الأعمال موجود في الحقيبة، ولعلي إن شاء الله أني أهدي لكم حقيبة وتطلعوا عليها. هذه حقيبة أنا بس أريد لأنه ما بقى معي وقت. لكن أتكلم كيف تصل للطالب أو كيف يصل لكم الطالب. جيد، أنا ذكرت لك أنه عند مجموعة من خلينا نسميها الأوعية التي نصل عليها، عندنا الجانب التدريبي التثقيفي، هذا مفتوح، ووضعنا في تيوب قناة ريادي تيوب. حلو. لدينا كل المعرفات المرتبطة بالسوشيال ميديا، ممكن الطالب يدخلها ويتثقف فيها ويتثقف ويتواصل معها. لدينا شيء أشمل وهو المنصة الريادية، منصة ريادي، وهي هذه المنصة هي كنز ثمين وليس مدحا لها، لكنها تدريب يعني هي مليئة فيها جانب إثرائي مليء بالمواد المعرفية التعليمية، المكتبات الرقمية، فيها جانب تدريبي. والتدريبي وضعنا فيه فكرة لطيفة، الطالب إذا لم تحفز ممكن يجلس قدام الجهاز البلاي ستيشن أو الفيلم الفيديو 3-5-10 ساعات ما عنده مشكلة. لكن لو تطلب منه أنه يجلس نص ساعة أو ساعة على شيء تعليمي يعني نفس ضعيف يمل. حرصنا أن يكون عندنا برنامج خاص منه ريادي سكيلز ومهارات ريادي داخل منصة، وهذا البرنامج هو عبارة عن مجموعة كبيرة جدا من الدورات التدريبية مثل دروب ورواق وغيره. هذا البرنامج ميزة أنه الطالب يحصل فيه على النقاط، يدخل محفز عن طريق النقاط، ممكن يصرف النقاط في دخول دورات تدريبية أو يصرفها مع شركائنا الحقيقيين بإذن الله. طيب إذا الطالب يقدر عن طريق موقعكم، لكم موقع خاص صحيح ريادي، اسمه ريادي، ريادي أول شيء تثقيف ثم تدريب بعدها ينطلق إلى السوق. طيب في مبالغ مالية لمن يريد أن يبدأ مشروع بعد ما يخلص التدريب؟ ميزة ريادة الأعمال أننا لدينا شركاء في الحاضنات والمسرعات، وهذه الميزة. الحاضنات والمسرعات ممكن تقدم دعم كبير جدا للطلاب والطالبات. غير ذلك في أولمبياد ريادي نحن أيضا وضعنا جوائز جيدة وجوائز قيمة جدا للطالب وللمعلم الذي دعم الطالب وللإدارة التعليمية وللجامعة. حتى الجهة التعليمية تعرف أنه هناك يعني لا يوجد هناك توافق او لا يوجد هناك يعني سواسية، او يجب ان نقدم يعني هذه مسابقه. بعدين هذه مسابقه، متى تنطلق المسابقه؟ انطلقت المسابقه، انطلقت واطلقها معالي الوزير قبل امس، وهي منطلقه وميزتها يعني بعد ما يخلص كل هذه الكورسات يدخل مباشره في المسابقه. لا، المسابقه جاهزه للدخول. انا اتكلم على انه فيه مجموعه من البرامج. الميزه هنا في المسابقه، نحن نتكلم في المسابقة يطلب منه أنه يعبي الحق الخاص ببيزنس بلان وخطة عمل، فهو يمكن ما يعرف خطة عمل، يرجع مباشرة إلى الموقع يقول له للتعرف على خطة العمل ارجع ويتعلم عن طريق مادة فلمية بسيطة ولذيذة ومادة معرفية يحل من خلالها، فيتعرف على خطة العمل ويرجع مرة ثانية يحل. بعض الأشياء إذا ما تعرف عليها الطالب نحن هيئنا لها الظروف حتى يتعرف أكثر وأكثر. ذلك هي ميزتها، أنها فيها شراكة كبيرة جدا بين القطاع الخاص وبين نحن. والميزة في المسابقة، وهذه ميزة جميلة، أنه بعد ميزاتكم ما شاء الله والله كثيرة، كثيرة، لأن ما يدخلون معلمين. وضعنا المعلمين، المعلمين الذين يقومون على الطلاب لهم مكافأة فيها. ولذلك نحن نتكلم على إذا لم تدعم الجيل وتهيئ له الظروف ممكن يتركك يبحث عن شيء آخر. صحيح، جميل. إذا ضيفي مدير البرامج وتدريب الطلاب بوزارة التعليم والمدير التنفيذي لمبادرة ريادي الأستاذ خالد بن صالح.
العبد السلام شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا. شكرا. رسالة كثيرة ودي ناخذ أكثر وقت لكن ما عاد بقى معي وقت، لكن إن شاء الله في حلقات قادمة. يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا لك. إذن أعزائي المشاهدين فقراتنا مستمرة في عين التعليم بعد الفاصل، نبقى وإياكم مع أبرز ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي.